انت قدامك كتير؟ حلمي؟ بيقولوا في فيلم حلو قوي هنا، قلت اجي اتفرج عليه. عماد اداك شيك وطلب انك تشتغل معاه صح؟ طب هو عماد طلب منك ايه؟ ما طلبش. طب لما يطلب هتنفذ له اللي طلبه؟ لا طبعا، الشيك ده فلوسي حقي اللي اتنهب مني، فلوسي وشركتي اللي خسرتهم بسبب عماد وأمينة. وطلب منك حاجة؟ أنا؟ لا أبدا. طب لو طلب منك أي حاجة تيجي تقولي على طول. ها؟ أول ما يطلب مني حاجة حاجة أقول لك على طول. طب انت بقى لا شفتني ولا انا شفتك. قول لي، هو انت حاج الصلاه ولا بلكون؟ لا انا هقعد على السلم. هذا شبوره، احنا نتحرك دلوقتي. دي اللي هتخرج لك بره المنطقه من البلاعه. ايوه هتبقى في المكان اللي اتفقنا عليه. ايوه يا اخي احنا جوه البلاعه دلوقتي. اقفل بقى. مع السلامه. انت متوتر كده ليه؟ الموضوع بسيط. انت بتقول ان المنطقه مترشقه مخدرين. ما تقلقيش يا حبيبتي، انا برتب كل حاجه. رحيم اوعى تسيبني مهما حصل. انت مش محتاجه تقولي الكلام ده على فكره. أنا باشا؟ حضرتك بطاقتك وبطاقتك. في حاجة يا باشا؟ لا مفيش حاجة، أنت عندك مانع؟ لا ما عنديش مانع. شايف مشكلة يعني؟ لا لا يا باشا. خلاص وريني البطاقة. حاضر يا باشا. يلا يا حبيبي. يلا يا فندم. اخلع النقاب. يعني إيه يا باشا تخلع النقاب؟ اخلص، إحنا لسه هنرغي. لا طالما مش هنرغي بقى يبقى ما ينفعش تقلع النقاب. ما تحضرونا يا جدعان. الباشا عايز الحاجة تخلع النقاب، ينفع كده؟ يا حرام يا باشا ما ينفعش. إحنا منكم وأنتم مننا. يا ريت بلاش تدوس على بعض قوي كده يا باشا. لو سيادتك مصمم تشوف وشها يبقى جيب واحدة ست عشان تشوفه، مش قولها تخلع النقاب. أظن ده القانون سيادتك. شكرا، سلام عليكم. خلص؟ عملت شويتين؟ هاتوا للبي واحدة عشان تشوف الأستاذ. يلا عداك العيب سيادتك. اطمنت يا فندم. تمرنا بحاجة تانية يا ست الكل؟ تمرنا بحاجة تانية يا باشا؟ طب سلام عليكم أنا بقى يا باشا. اتفضل يا حاج. يعني إيه؟ أنت مش قلت لي هتحضرني العيال دي ولا هو كلام نسوان؟ لا يا حبيبي ما تكنش. شوف لي مين العيال دي ومين وزهم عليا. يلا
احساس جميل ان الواحد كده على الصبح يشوف النيل قدامه، فبيبدا يومه وهو مشرق. طبعا حضرتك انت بتتكلم كلام صح جدا. انت ما تعرفش مقوله ان مصر هيبه النيل؟ سعادتك لفيت في المكان كويس؟ سعادتك عندنا مطعم تحت بيعمل فطار انتر كونتيننتال ما حصلش. ولو سعادتك يعني بتحب السهر مع المدام بقى غير المدام، عندنا نايت كلاب تري شيك هتنبسط فيه قوي سعادتك. اللي احنا ممكن ناخدك عندنا وسهرك سهره عمرك ما تنساها ابدا. فين حضرتك؟ هو حضرتك عندك نايت كلاب برضو؟ شفت يا اخي خدتني في دوكه. هو النيل المنعش نساني. معك العميد احمد الديب من الامن الوطني. امن وطني؟ خير سعادتك. يا ابو سيدي انت بخيل ولا ايه؟ بتقول لي اتفضل. يا باشا مكانك ومطرحك طبعا اتفضل. هي بس يعني الزياره جت فجاه حبتين. لسه متجوز اخت رحيم؟ اطلعها سعادتك لو تامرني. لا يا عم ربنا ما يجعلنا نخرب بيوت ابدا. انا بطمن بس. انا عارف ابو سيدي انك ضربت على املاك رحيم، بس رحيم مش هيسكت. ها طبعا هيدور على حقه. وانا حاسس ان موت امينه بسبب موضوع املاك رحيم. سعادتك تقصدي يعني تقصد ان رحيم هو اللي قتلها؟ يمكن. انا طب ما دام رحيم بقى بيطوع في الخلق كده يا باشا، انا بستاذنك يا باشا تعين لي حراسه وانا تحت امرك في اي حاجه. وعين لك حراسه ليه؟ هتبقى عضو برلمان ولا هيمسكوك وزاره؟ يا باشا الروح غاليه ورحيم مش هيسكت، وانت سعادتك قلتها ده ممكن يقتلني. بالظبط. يبقى انت من مصلحتك ان رحيم يرجع السجن تاني. انا بقى ما يهمنيش غير اعرف موضوع عزت. عزت ده بقى كان بيتكلم مع امينه قبل ما تتقتل. انا عارف انك قريب من امينه، ولا بقى ما كنتش تخليها تقعد معاك وانت بتتفق مع خميس الونش؟ خميس؟ خميس مين يا باشا؟ الونش. الونش ابو سيد. على فكره انا ما يهمنيش موضوع السرير خميس عشان رحيم وبتستغله انه يعمل حاجه في رحيم، يعني مش بتاعتي. انا اللي يهمني عزت. مين عزت؟ باشا انا ما اعرفش حد اسمه عزت، واقسم بالله انا لو اعرف اقول لك على طول. بعدين امينه عندها شركه كبيره وعندها مليون عميل، ما يمكن اللي يكلمها واحد من العزت اللي بيكلموها. كانوا بيتكلموا عن رحيم. عن رحيم؟ انت متاكد يا باشا؟ اه لا لا اكيد متاكد. انتوا انت باشا كل حاجه بتعرفوها، بس انا باشا يعني بتاعك على العبد الفقير هتقصالك، بتاعك وبتاع البلد. ولو عرفت حاجه عن عزت يبقى كلمني. قصدي هكلمك على طول اقول لك كل حاجه يا باشا. انا هخبى عليك انت؟ الماس ده يا ابو سيد؟ ما اغلاش عليك يا باشا. قول سعادتك ايه؟ ما تعرفناش حد مقرفه في موضوع الحراسات ده. نورت يا باشا. مكانك ومطرحك. نورت. مكانك ومطرحك يا باشا. الله يخرب بيت رحيم وسنين رحيم. تاليا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا بابا. ايه اللي حصل؟ بابا أنا تعبانة قوي وحاسة إن هيغمى عليا، ممكن أنام ولما أصحى نتكلم؟ طبعا طبعا أنا حضرت لك الأوضة، اتفضلي. تعالي يا حبيبتي. سليم سلمي. عارفه مين دي؟ اه عارفه دي داليا. اسمها قبله داليا. عيب كده. سيبها براحتها. ايه ده ما شاء الله كبرتي قوي. ما انت ما شفتهاش من 9 سنين. هو ده بسببي برضو؟ سليم سيبي اختك تستريح وتعالي نحضر لها لقمه. بابا بجد ماليش نفس، انا تعبانه قوي مش عايزه اكل. معلش لقمه سريعه كده. انا حضرت لك هدوم من عند ماما ترانيم. ميرسي يا بابا، بس بص انا جبت معايا شويه حاجات. ميرسي. طيب على اذنك. يلا رانيم.
راجع لك تاني يا دل. ماشي ما تتأخريش. رهيم عايز اقول لك على حاجة. اوعى تقولي لأي حد اللي دليل هنا، اتفقنا؟ اتفقنا. ايوه داليا انت فين؟ احنا خلاص خارجين من الحاره اهو. خليكي عندك، ما تتحركيش لما اقولك، مفهوم؟ خلي بالك من نفسك. باي باي. وهي هتروح على فين بقى دلوقتي ان شاء الله؟ نعم لما تكبري هبقى اقولك. على فكره انا الموضوع بدا يعصبني بجد. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ وبعدين مش من مصلحتك انك تعرفي. هو في شغل مخابرات ده؟ تحبي اجيب لك ايس كريم؟ ايس كريم؟ ليه؟ عندي 10 سنين؟ ما تجيب لي باربي احسن. انا اسف يا مدموزيل ريم. تعالي اعزمك على الغدا. بجد؟ لا. انا كنت عايزه اتشيك كده ويبقى شكلي حلو، اكيد مش هروح معاك بالمنظر ده. خلاص ناجلها ليوم تاني. لا ليه؟ انا اصلا عجباني العباية جدا، يلا. يلا بينا يلا. طب احمد وصل لاي حاجه في موضوع عزة ده؟ لا لسه ما عليك، بس احنا حاليا بنفتح كل الملفات القديمه اللي لها علاقه بالقضيه وبندور فيها كويس جدا. وصلتوا لاي معلومه عن داليا او المكان اللي راحته؟ لا يا فندم، احمد بيه بيقول ان هي اكيد هربت قبل ما نوصل اصلا، بس انا شخصيا اشك في ده لان احنا قافلين على رحيم كويس جدا، مستحيل يقدر يهربها. لا احمد بيه صح، لما رحيم عمل حركه ريم دي تبقى داليا خلاص هربت، هو كان بيغطي عليها. اللي تشوفه سعادتك. قول لي رد فعل رحيم كان عامل ازاي لما احمد قال اسم عزت؟ لا بصراحه يا فندم انا ما حضرتش الكلام وقتها، بس اللي فهمته بعد كلام احمد بيه ان شكله كان فعلا اول مره يسمع الاسم ده. تبقى اي معلومه جديده تيجي تبلغني بيها فورا، مفهوم؟ امر معاك. بعد اذنك. اتفضل. عامله ايه دلوقتي يا طنط؟ طمنيني. الحمد لله. حسيت من صوتك في التليفون انه في حاجه جديده عن داليا، بس انت مش راضيه. احساسي صح؟ تصوري انها كلمني في التليفون وتزعقلي وتتخانق معايا عشان اديت نمرتها لعماد، وبتقولي ان البوليس كان هيقبض عليها وان عماد هو اللي بلغ عنها. ايه عماد؟ مستحيل يا طنط، مستحيل عماد يعمل كده في داليا. عماد بيحبها وكلنا عارفين. ما انا برضو قلت لها كده، قالت لي انها متاكده. طيب معلش، بصي الفتره اللي بتمر بيها داليا صعبه، خليها متلخبطة ومترددة وكل الناس بالنسبة لها مصدر شكوك. إلا رحيم عامل لها غسيل مخ، أنا خايفة عليها قوي منه. رحيم برضو بيحبها يا طنط وهيقدر يحميها. خلي بالك هو عنده طرق وأساليب إحنا مش فاهمينها، بس هو متعود على الحاجات دي. حتى أنت يا سمر هتعومي على عومها، وأنا بقول عليكي عاقلة، وأنت اللي هتعقليها تسيب رحيم ده خالص. حضرتك بتبصي للحكاية من منظور أمي، أنا بقى ببص له من منظور تاني خالص. كل أمنيتي إن رحيم ده يبقى عند حسن ظني ويخلصها من اللي هي فيه، وبعد كده نبقى نشوف بقى بتحبه وبيحبها واحدة واحدة. ربنا يجيب اللي فيه الخير. داليا طيبة يا طنط، وأنا متأكدة إن ربنا هيقف معايا. يا رب. بس أنت طلعت مصيبة يا بنت ريم، ما تهزتيش ثانية قدام الظابط. أنت عايزة أشتغل معاكوا يعني؟ طب وأنت عارفة إحنا بنشتغل فين؟ رجعنا تاني لكلام الإذاعة. أنا مش فاهمة ليه بتتعامل معايا على إني عيلة صغيرة. من شوية بتقول لي أجيب لك آيس كريم. على فكرة أنا عارفة أنتوا بتعملوا إيه. تهريب آثار تلاقي، سلاح تلاقي، غسيل أموال تلاقي. أقول لك تاني ولا كفاية كده خلاص؟ الله عليك. طب ما بلغتيش عننا ليه؟ على فكرة أنت لو بلغتي عننا هتاخدي مكافأة قد كده. لا ما أقدرش أبلغ عنك أنت. بس تبلغي عن ابوكي عادي. ها بس تصدقي ابوكي ابن حلال ويستاهل. يستاهل ايه بس؟ يستاهل يكون عنده بنوته حلوه زي كده. رحيم هو انت ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ هو في مسجون بيتجوز؟ انا بتكلم بجد. انا عارفه ان انت وداليا كنتوا بتحبوا بعض يعني. ساعات الحب لوحده ما بيبقاش كفايه. وايه اللي كان ناقص؟ تعرفي ان دي اول مره في حياتي
اتكلم فيها مع حد عن مشاعري. لو مع مين؟ معاك انت. رحيم، هو انت لسه شايفني صغيرة بعد كل ده؟ وهو انا لو شايفك صغيرة كنت اتكلمت معاكي في موضوع زي ده؟ طب احكي لي، اللي يخلي اتنين بيحبوا بعض ما يكملوش مع بعض؟ الو عزت؟ لو عاوز تقابلني تعالي دلوقتي على المقطم. دلوقتي؟ اول ما توصل امدان النافوره كلمني وهقول لك تتحرك ازاي من هناك. تمام. انت تعرفي تروحي لوحدك؟ اعرف اروح لوحدي. في ايه؟ ده اللي حصل لها حاجه ولا ايه؟ لا، دي حاجه تانية خالص، بس مش هقدر احكيها لك. كملي اكل.